أهلا بكم إلى نشرة التاسعة نستهلها بالعناوين. خلال لقائه نظيره البوسني السيد الرئيس يرحب بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام. الفصائل الوطنية تؤكد رفضها إقدام حماس على تشكيل لجنة لإدارة غزة وتحذر من خطورة تلك الخطوة. تقرير أممي يؤكد أن إسرائيل ماضية في تكريس سياسة الفصل العنصري ضد أبناء شعبنا. إلى التفاصيل، أعرب السيد الرئيس محمود عباس عن أمله في أن تؤدي الجهود الأمريكية الحالية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. جرت جملة اتصالات بيننا وبين الإدارة الأمريكية. أول هذه الاتصالات زيارة مدير المخابرات الفلسطينية إلى واشنطن، ولقائه مع عدد كبير من المسؤولين. وبعد ذلك بفترة قليلة جاءنا رئيس CIA وزارنا هنا والتقى بنا، وكان أيضا لقاء مفيدا. ثم تلقيت من فخامة الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا دعاني فيه إلى البيت الأبيض، وسنحدد هذا الموعد في القريب العاجل. ولكن بعد ذلك بعدة أيام جاءنا مبعوث الرئيس ترامب وهو جرين بلات ليجلس معنا أيضا للاستزادة بالمعلومات والأفكار واستجلاء كثير من القضايا. وهنا كما تعلمون التقى بنا والتقى بعدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين. أملنا أن هذه الاتصالات تنتج في النهاية سلاما تقوده الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وشهد سيادته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك ميلادن إيفانيتش بالجهود العربية والدولية الداعمة لنيل شعبنا حريته واستقلاله وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. لابد من الإشادة بالجهود الأوروبية والروسية والعربية والدولية الداعمة لنيل شعبنا حريته واستقلاله وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد سيادته أن القضية الفلسطينية ستكون على سلم أولويات القمة العربية التي ستعقد في الأردن. بعد أقل من أسبوعين ستكون هناك القمة العربية في الأردن بضيافة الأردن، وكالعادة هذه القمة سيكون على رأس جدول أعمالها القضية الفلسطينية. وبالمناسبة في كل اجتماع عربي سيكون دائما الوضع الفلسطيني، الموضوع الفلسطيني على رأس جدول أعمال العرب، لأن العرب جميعا يعرفون أن هذه القضية هي قضيتهم الأولى، وبالتالي لا بد من إيجاد حل لها. الآن سيكون هناك إجماع عربي على دفع عملية السلام إلى الأمام، المبادرة العربية للسلام التي اعتمدت عام 2002 والتي يتمسك بها جميع الدول العربية والإسلامية. من جانبه أكد رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك ميلادن إيفانيتش دعم بلاده حل الدولتين الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. قبل أن أكون رئيس البوسنة والهرسك وأتذكر أنه لطالما كان لدينا أصدقاء فلسطينيين وحتى طلاب فلسطينيين والكثير من العلاقات الشخصية مع هذا الجزء من العالم الذي هو فلسطين. البوسنة والهرسك تدعم حق فلسطين في الوجود، وهي تدعم أيضا حق حل الدولتين.
ونحن نبذل أقصى جهودنا في المؤسسات الدولية لندعمكم على قدر ما يمكن لهذه الدولة الصغيرة. وجاء المؤتمر الصحفي عقب جلسة مباحثات عقدها السيد الرئيس مع رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، تناولت آخر المستجدات على صعيدي العملية السياسية والمنطقة، كما بحث سيادته مع رئيس الضيف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وكان رئيس جمهورية البوسنة والهرسك ميلادين إيفانيتش قد وصل إلى مقر الرئاسة في رام الله في زيارة رسمية لدولة فلسطين، واستقبل السيد الرئيس محمود عباس الرئيس الضيف فور وصوله، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطفى لتحيتهما. Thank you.
وفور وصوله إلى رام الله زار رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك ميلادين إيفانيتش ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات ووضع إكليلا من الزهور عليه. وفي وقت سابق من اليوم قام رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك بجولة إلى محيط جدار العزل والتوسع على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم للاطلاع على الأضرار من ورائه ومعاناة المواطنين المستمرة. واستمع الضيف لشرح مفصل من مستشار السيد الرئيس لشؤون الدين المسيحي زياد البندك عن آثار الجدار السلبية على حياة المواطنين اليومية، مؤكدا أن هذا الجدار سلب آلاف الدنومات من أراضي المواطنين ويشكل معاناة حقيقية على حياتهم. وأشار البندك إلى أن إيفانيتش أعرب عن استيائه من الجدار وطلب هذه الجولة للتعبير عن رفضه له وتأكيده أنه لا يجلب الأمن لإسرائيل. هذا والتقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابع رقات في رام الله رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، وأطلع رقات الضيف على آخر المستجدات في المنطقة خاصة ازدياد وتيرة الاستيطان. قال السيد الرئيس محمود عباس إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات لم يقترح أفكارا ولم يحمل أي مقترحات، بل جاء ليستمع ويعرف ماذا بذهننا لينقله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف سيادته في لقاء مع صحيفة الوطن القطرية أنه سيكون هناك إجابات على ما سمعه المبعوث الأمريكي من القيادة حين يلتقي سيادته الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي سمع ما هو كاف لتكوين صورة واضحة حول سبل تحريك عملية السلام. وقال سيادته إنه تم التأكيد في كل اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين على رفض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مؤكدا في الوقت ذاته أن استمرار الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة من شأنه تدمير حل الدولتين. قالت الرئاسة إن إعلان وتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي فيكتور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية هو خرق أساسي لاتفاق أوسلو. وأضافت في بيان صحفي إن الصندوق القومي من مؤسسات منظمة التحرير الذي يؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقعة ووفق المعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية أيضا. وتابع البيان إنه في الوقت الذي تحاول الإدارة الأمريكية إيجاد مناخ يساهم في صنع السلام، فإن هذا الإعلان يعتبر محاولة إسرائيلية لإعاقة وتخريب الجهود الأمريكية والاستخفاف بها. وأكدت الرئاسة رفضها التام لهذا الإعلان، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عنه، كما ودعت دول العالم كافة إلى رفضه. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا برئاسة السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم في مدينة رام الله. وناقشت اللجنة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والحراك الذي تجريه الولايات المتحدة لدفع عملية السلام، وناقشت كذلك الأوضاع الداخلية للحركة.
أكد رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله حرص السيد الرئيس محمود عباس والحكومة على ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين وتطبيق القانون فوق الجميع دون استثناء. وجدد الحمد الله خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة المنعقد في أريحة الرفض المطلق للمساس بحرية الرأي والتعبير التي كفيلها القانون الأساسي. تخصص فعالية عدالة عنوان المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة في فلسطين الذي ينعقد بعد عام من الإنجازات والخطوات النوعية على الصعيدين المهني والإداري لذراع هام وحيوي من أذرع قطاع العدالة ما جعله يحظى بثقة المواطن والحكومة معا. وأكد لجميعكم الكريم حرص سيادة الرئيس الأخ محمود عباس والحكومة على ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين وأن القانون فوق الجميع دون استثناء. إنشاء النيابات المتخصصة في إطار النيابة العامة واحدة من مقومات الاستراتيجية العامة التي تبني النيابة العامة قدراتها الفنية عليها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتسهيل الحصول على المعلومات وتطوير العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأمن وتحقيق الشراكة مع مثيلاتها في دول الجوار والعالم. إن النيابة العامة شريك أساسي واستراتيجي في خطتنا الوطنية وضمانة حقيقية في سبيل حصول كافة المواطنين في الدولة على العدالة الناجزة. باستمرار في حين التعاون ما بين الأردن وفلسطين، باستمرار بيجوا الإخوان من النيابة العامة حتى والقضاء للأردن في المعهد القضائي بتلقوا دورات، وباستمرار في عندنا قضاء أردنيين وهم الآن موجودين بيننا حوالي 4 أو 5 قضاء سيعطون محاضرات سيشاركون في عمل هذا المؤتمر. إن التصدي للجريمة في فلسطين يتطلب العمل الجاد والدؤوب لمعالجة أسبابها، ما يستوجب تعزيز الشراكة مع أركان قطاع العدالة وتحسين الأداء التخصصي ورفع كفاءة العاملين فيها لضمان المحاكمات العادلة وفقا لقوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. حينما تمثل الدولة أمام المحاكم على قدم المساواة مع المواطن في رفع ادعائه سواء كان صحيحا أو غير صحيح، فهو يعزز مبدأ الديمقراطية وسيادة القانون بغض النظر عن نسبة المكسب أو الخسارة، فالذي يهمنا هو تحقيق العدالة بكافة أنواعها. لن تنجح السلطة القضائية بالقيام بواجبها وبالقدرة على تعزيز ثقافة وسلطة القانون بدون الإعلام، وكذلك الأمر الإعلام لن يستطيع أن يؤدي دوره في حرية الرأي والتعبير وفي إيصال المعلومة إلى المواطنين حصانة من القانون. قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والمساءلة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان قيم راسخة وذات جذور في السلوك المهني لقطاع العدالة في فلسطين والعالم. نجاح النيابة العامة الفلسطينية في الفصل بين القضايا المرفوعة من الدولة ضد الأفراد والمؤسسات والأخرى المرفوعة من المواطنين بحق مؤسسات الدولة وشخصياتها الرسمية واحدة من أسباب النجاح التي عززت من ثقة المواطنين بأداء هذا الجهاز القضائي. فتحي برهمة، تلفزيون فلسطين، أريحة. للمزيد عن هذا الموضوع تنضم لنا عبر الخط الهاتفي رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية. أهلا بك أستاذة دارين. أهلا. بداية، ما أبرز القضايا التي تم نقاشها خلال هذا المؤتمر؟ ابتداء من اليوم، كان هو اليوم الافتتاحي للمؤتمر واللي بنضم أعماله لمدة 3 أيام، وبالتالي أول يوم اللي تم نهايته حوالي الساعة 6 مساء تم نقاش الكلمات ابتداء من الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، ومن ثم كانت في الجلسة الأولى تم مناقشة دور الدول المانحة والمؤسسات المانحة في عمل النيابة العامة، ومن ثم تم مناقشة دور الإعلام في النيابة في دور الإعلام بالنسبة لكيفية التعاطي مع الإعلام بالنسبة لأن حرية الحق وحرية الرأي والتعبير وما هو الإطار القانوني الذي يتوجب التعامل معه. وتم أيضا طرح إشكالية أيضا مهمة اللي هي الإعلام الإلكتروني وكيفية مكافحة الجريمة ممكن أن تترتب عليه وما هو الإطار القانوني، بالإضافة إلى زي ما احنا حكينا الحقوق والحريات وكيفية ضمانها بما لا يتعارض حرية الرأي والتعبير
والإطار القانوني المناضل لهم. لنتحدث عن أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات في تعزيز ثقافة سلطة القانون وتكريس مفاهيم حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي. أستاذة دارين، يعني بالنسبة لعقد المؤتمر، هو عقد المؤتمر له هدفين. الهدف الأول تعزيز ثقة الجمهور وثقة المجتمع الفلسطيني بعمل النيابة العامة من خلال طرح الإحصائيات ومن خلال طرح المعيقات، أعمال أهم المعيقات التي قد تواجه أعضاء النيابة العامة بالإضافة لأهم الإنجازات، هذا على صعيد المجتمع. أما بالنسبة داخل مؤسسة النيابة العامة، فإنه هذا المجتمع أيضا هو عبارة عن اجتماع سنوي لأعضاء النيابة العامة، يتم توجيه رسالة لهذا العضو النيابة من داخل النيابة العامة أنه لقد كنت بعمل رؤوس خلال العام، سوف نشارك النجاح وسوف ننتقد السيئة أو التحدي الذي كان من ضمن الإخفاق الذي كان خلال السنة الكاملة، حتى يتم أخذ العبر وأخذ تسجيل الممارسات الفضلة التي تم العمل فيها، وأيضا تسجيل ما هي الإخفاقات حتى يتم تجنبها بالعام القادم. يعني كيف تفكرون في موضوع تعزيز وتكريس المفاهيم والمواضيع التي ناقشها المؤتمر، وتعزيز قضية الشراكة بين ما ربما السلطة القضائية والإعلام وكل الجهات المعنية؟ الشراكة من خلال الأعمال المؤتمر لمدة 3 أيام، الشراكة هي في جميع مؤسسات الشركة، سواء على مستوى المؤسسة الأمنية، سواء على مستوى المؤسسة الاقتصادية أو على المؤسسة الحكومية، باعتبار النيابة العامة بتقوم بدعوة تمثيل دعوة الحكومة وبالتالي دعوة المدنية، وأيضا هي تمثل المجتمع في دعوة الحق العام اللي هي دعوة الجزائية. وبالتالي إحنا ليس فقط الحديث عن الدعاوى اللي هي فقط الدعاوى الحكومية أو فقط الدعاوى الجزائية، وإنما بنحكي عن الشراكة في جميع إطار التخصصات اللي تم استحداثها من قبل النيابة العامة في جميع هذه التخصصات في جميع المناحي، سواء كانت القضايا المدنية، سواء كانت القضايا الدستورية، القضايا الجزائية، عدالة الأحداث، نيابة حماية الأسرة، والأهم احترام القانون وكيفية تكريس الكرامة الإنسانية وتجسيدها في عمل النيابة العامة لما يتم عكسها على نوعية جودة الخدمات. الأمور التي تم استحداثها أيضا التعاون الدولي، نعم، والجرائم الاحتلال التي سوف يتم على عاتق النيابة العامة توثيق هذه الجرائم حتى يتم رفعها أمام المحكمة. نعم وضحت الصورة الأستاذة دارين صالحية رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف، شكرا جزيلا لك. في موضوع آخر، حذرت فصائل العمل الوطني من خطورة التعديلات التي تقوم بها حركة حماس لتشكيل ما تسمى لجنة إدارة قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الخطوة تلحق ضررا كبيرا بالمشروع الوطني وتعمق الانقسام. تعديلات تصادق عليها اليوم كتلة التغيير والإصلاح على اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة، على أن يرأس عبد السلام صيام عمل تلك اللجنة، في خطوة رأت فيها كتلة فتح البرلمانية أنها سوف تعقد الحالة الراهنة وتزيد من تشابكها واستمرار استثنائية الانقسام أو إطالة أمده على أقل تقدير. هذا أنا باعتقادي تعميق للانقسام واستمرار به وتراجع خطوات إلى الوراء عن الوحدة الوطنية وتحقيق طموحات شعبنا. فصائل فلسطينية يسارية هي الأخرى أعربت عن قلقها من هذا الإجراء. نرى بأن هذه الفكرة في غير محلها، وهي تعمق حالة الانقسام. كان من الأولى أن يجرد الحديث عن تحقيق الوحدة الوطنية. أفضل لنا أن تكون الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى والأمضى والأنجع في مقاومة كل هذه التحديات التي تقابلنا يوميا. محطات كثيرة توقف عندها قطار المصالحة، بدأت بمكة المكرمة ومن ثم انطلقت إلى عواصم عدة كالعاصمة القطرية الدوحة والمصرية القاهرة والسورية دمشق، وفي غزة الاتفاق الذي بات يعرف بالشاطئ، وأخيرا في العاصمة الروسية موسكو، إلى أن هذا القطار لم يصل بعد إلى محطته الأخيرة لتبقى حالة الانقسام تراوح مكانها. قد يمهد ما يجري في أروقة المجلس التشريعي بغزة لانفصال تلوح معالمه في الأفق، لذا ربما يتوجب على حركة حماس أن تعيد النظر في تلك القرارات التي سوف تضرب المشروع الوطني ضربة في مقتل وفي سويداء القلب.
فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين، غزة. تعقيبا على هذا الموضوع عندما لنا من قطاع غزة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الأستاذ وليد عوض. مساء الخير أستاذ وليد. بداية عندما نتحدث عن لجنة لإدارة قطاع غزة، ما هي هذه اللجنة وما موقفكم منها وإلى أي حد تساهم في تكريس الانقسام؟ مساء الخير. يعني أولا هذه اللجنة في كل مرة من المرات وفي كل عام حركة حماس تطرح هذا الموضوع. قبل عامين طرحت هذا الأمر على القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية وتم رفضه، وقبل عام أيضا طرح هذا الأمر من زاوية إدارة جزئية لبعض الملفات كملف الكهرباء أو ملف المعبر ورفض هذا الأمر. وقيل لحركة حماس بشكل واضح من الجميع أن المعني بإدارة كل الملفات هي حكومة التوافق الوطني، لكن في واقع الأمر منذ أن شكلت حكومة التوافق الوطني وحركة حماس تدير قطاع غزة من خلال حكومة الظل التي تشرف بشكل فعلي على مجمل الأوضاع في قطاع غزة، وهذا أمر ليس جديد. لكن الجديد في الأمر أن حركة حماس في هذه المرحلة تحاول أن تشرعن وتدستر مثل هكذا لجنة من خلال مناقشة هذا الأمر من قبل كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي. على أي أساس؟ على أي أساس تقوم إلباس هذه اللجنة؟ على أي أساس تقوم أستاذ وليد؟ على أي أساس تقوم حركة حماس بهذا الموضوع ونحن نعلم بأن المجلس التشريعي هو معطل أصلاً؟ لذلك يعني أنا سأقول أن ليس من صلاحية كتلة التغيير والإصلاح أن تناقش أمور عامة تخص الشعب الفلسطيني وتصدرها باسم المجلس التشريعي الفلسطيني. المجلس التشريعي بهيئته الكاملة هو المعني بتعديل القوانين وسن التشريعات، وبغير ذلك تصبح هذه يعني بمثابة اغتصاب للسلطة التشريعية وتجاوز عن صلاحيات كتلة التغيير والإصلاح. لكن أنا أود أن أقول ما هي الرسائل التي تود حركة حماس صح. وكتلة التغيير والإصلاح نعم. بأن ترسلها في هذا الوقت بالذات. يعني من المعروف أن هناك تزايد لوتيرة المؤامرات على مطلب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، هناك تصاعد لوتيرة هذه المشاريع بالقفز فوق مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة لمصلحة الحل الإقليمي الذي يتحدث عن كيان منفصل لقطاع غزة. أنا بتقديري هذه الإشارات التي ترسل اليوم هي لمن يهمه الأمر، لمن يريد أن يستمع أن هناك بنية إدارية وسياسية حماس تتنطع لها وتريد أن تقول للعالم أجمع أنها جاهزة لأن تكون هي صاحبة البنية الإدارية والدستورية والقانونية لإدارة قطاع غزة، وهذا مكمن الخطر على المشروع الوطني الفلسطيني. أنا يعني مرة أخرى نقول للإخوة في حركة حماس عليهم أن يفكروا جيداً بأبعاد هذه الخطوة وخطورتها وكيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال وكثير من الدول التي لا تريد لشعبنا الفلسطيني الخير، كيف ستتعاطى هذه الدول مع هذه الرسائل. أريد أن أسألك ليس كيف تفكر حركة وهنا حماس. أريد أن أسألك أستاذ وليد كيف سينعكس هذا الموضوع. خلينا أكمل. نعم تفضل، لكن بعد سؤالي كيف سينعكس هذا الموضوع على حياة المواطن في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار منذ أكثر من 11 عاما، وحسب تقرير الأمم المتحدة فإن قطاع غزة في العام 2020 سوف يصبح مكان غير صالح للسكن. يعني بتقديري أن يعني المواطن الفلسطيني لن يلمس تغييرا إيجابيا تجاه حياته في قطاع غزة، بالعكس نحو مزيد من المآسي ونحو مزيد من الويلات. وأولى بشائر عمل اللجنة الإدارية كان إلغاء الإحياء 8 من آذار، أي أن حركة حماس وكتلتها البرلمانية تريد أن تفرض نمط حياة معين على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يختلف عن منظومة الشعب الفلسطيني المتنوعة والمتعددة فكريا وسياسيا وعقائديا. لكن أنا أقول أنه السؤال المطروح هل نترك حركة حماس تتصرف منفردة بهذا الاتجاه وتبقى حكومة التوافق الوطني تدير قطاع غزة بهذا الشكل
وتقدم لوزارة الصحة ولوزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية سواء عبر الفيديو كونفرنس أو عبر الفاكس أو عبر إجراءات إدارية. أنا أدعو حكومة التوافق الوطني للتقدم والقدوم إلى قطاع غزة بغض النظر عن الإشكاليات التي يمكن أن تواجهها. أنا أعرف تماما أن حكومة التوافق الوطني عندما جاءت عام 2015 وعام 2014 وضعت تحت الإقامة الجبرية. صحيح. لكن شعبنا الفلسطيني قادر على حماية حكومة التوافق الوطني. أنا أدعو الدكتور رامي الحمد الله والرئيس أبو مازن بأن يتم الإعاز للوزراء لوزراء حكومة التوافق الوطني بأن يكثفوا من زياراتهم وأن يزيدوا من زياراتهم ومتابعتهم للأعمال في قطاع غزة ليتم ملء الفراغ الدستوري والقانوني بهذا الشكل. لا يجوز أن يترك قطاع غزة بهذا الشكل. لكن إن كانت حركة حماس تمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم وتحاصرهم كما شاهدنا في المرة السابقة، كيف يمكنهم ذلك أستاذ وليد من وجهة نظركم بطبيعة الحال؟ لا، أنا أقول أن يمكن أن يأتوا إلى قطاع غزة ويمكن أن يتابعوا أمورهم بالرغم من الصعوبات وبالرغم من فرض الإقامة الجبرية، لكن في هذه الحالة ستكون حركة حماس أمام كل القوى الوطنية والإسلامية وأمام كل الشعب الفلسطيني هي التي تعيق عمل حكومة التوافق الوطني. ولذلك أنا أقول مكانة قطاع غزة في المشروع الوطني الفلسطيني ومعاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تستحق وتتطلب من حكومة التوافق الوطني أن تأخذ من جانبها شيء وبالتالي تأتي إلى قطاع غزة بالرغم من كل ما ستواجهه من مصاعب. أنا أقول لن تكون الأرض مفروشة بالورود، لكن معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والمشروع الوطني الفلسطيني يستوجب من الجميع أن يتحمل وأن يبذل مزيدا من الجهد. أنا أقول هذه رسالة سلبية اليوم من كتلة التغيير والإصلاح ومن قبل حركة حماس بالرغم من نفي الأستاذ حسام بدران بالأمس، إلا أن الرسالة التي ظهرت اليوم هي رسالة سلبية تقطع الطريق على كل مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. هي تقطع الطريق على مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت كما تقطع الطريق على مخرجات لقاء موسكو الشهر الماضي، وتفتح الطريق أمام كل من يتآمر على مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وكل من يسعى للحل الإقليمي الذي يقوم على فصل قطاع غزة وضم جزء كبير من الضفة ووضع الجزء المتبقي في صيغة معينة تحت إدارة من قبل روابط القرى أو غيرها. الآن مطلوب من حركة حماس أن تتقدم أكثر وتزيل كل العقبات التي تعترض تشكيل حكومة التوافق الوطني، كما تتطلب المرحلة من الرئيس أبو مازن أن يبدأ فورا بمشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفقا لمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت والانتقال نحو تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعقد مجلسها الوطني. لا يجوز أن تبقى الحالة الفلسطينية بهذا الشكل من الإرباك، بهذا الشكل من الضعف، وأن يتم ارتهان منظمة التحرير الفلسطينية بموافقة هذا الفصيل أو ذاك. الآن نحن نملك فقط منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة التي يتوحد تحت ظلالها الشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن ترتهن ويتم رهن تفعيلها برغبة هذه الجهة أو تلك. نعم، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد عوض، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، هدمت جرافات الشرطة الإسرائيلية منزلا لأحد المواطنين في النقب بحجة البناء غير المرخص. وأفادت مراسلتنا أن الجرافات وصلت القرية معززة بقوات كبيرة من الشرطة وهدمت المنزل الذي تعيش فيه عائلة مكونة من 6 أفراد وتركتها بلا مأوى، مضيفة أنها هدمت أيضا جدارين في قريتي سعوة والأطرش للحجة ذاتها. إلى ذلك، تواصل سلطات الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في محافظة سلفيت الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، حيث ترفض منحهم تصريح للدخول إلى أراضيهم لجني ثمار حقولهم.
لم تشهد شجرة حربا عليها كما شجرة الزيتون التي يسعى الاحتلال إلى حرمان أصحابها من الوصول إليها، خاصة في الأراضي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع والمحادية للمستوطنات بكل وسيلة يستطيع فيها أن يباعدهم عنها لتدخل أراضيها حيز مستوطناته القادم. لا بكل انت يا سامي المرفوض، إن المرفوض مخابرات، ممنوع تفوت على أرضك. قلت له أنا مش رايح على تل أبيب، أنا رايح على أرضي. شو مرفوض مخابرات؟ اتمشكلنا معهم، ضلينا ساعة ساعة ونص تأجل الارتباط الفلسطيني وحضر وتمكن من إدخالنا لأرضنا. بدأ حربه هذه بجدار ضمه وتوسعه وأتبعه بإجراءات عنصرية في تحديد فترة دخول المزارعين إلى أراضيهم وخروجهم منها من شرق محافظة سلفيت إلى غربها، وانتهاء بمنحه تصاريح مزاجية لأحد أفراد الأسرة فقط قد يكون غير قادر على العمل. ولا نغفل المنع الأمني الذي طفى من جديد على وجه استبداده الأسود. هذه المناطق تتعرض دائما لهجوم المستوطنين على المزارعين أثناء قيامهم بالاهتمام بالأرض. مشكلتنا مع جدار النهب مشكلة قديمة، في الأول كانوا يعطونا تصريح، اليوم طلعونا بإجراء جديد بدهم يعطوا بس صاحب الأرض. الآن هاي اللي بيصير بالأرض فعلا جريمة، جريمة لكل العيان واضحة. تتجسد كل أشكال المعاناة في مواسم المزارعين يجابهون الاحتلال بصمودهم لا يملكون غيره، كل يوم يخرج عليهم بأسلوب جديد يكسوه بثوب الحماية ويخفي داخله أطماعه التي لا تنتهي. لم تفرغ جعبة الاحتلال بعد من أساليب الضم والهيمنة على أراضي المواطنين هنا، تصب كلها في بوتقة الاستيطان ودعم مشاريعه التوسعية ومحاربة المزارعين أينما تواجدوا. من أراضي قرية ياسوف، محمد شتاية، تلفزيون فلسطين. إلى ذلك أطلع أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير سابع رقات عددا من السفراء والقناصر الأجانب والدبلوماسيين على الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة الاستيطان في قرية جالوت جنوب نابلس، وطالب عرقات المجتمع الدولي بفرض مقاطعة شاملة للمستوطنات. إلى قرية جالود الصامدة أمام أشرس هجمة استيطانية جنوب مدينة نابلس، كانت وجهة الدكتور صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برفقة وفد من السفراء والقناصل الأجانب والدبلوماسيين بهدف إطلاعهم عن كثابة على الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة الاستيطان التي صادرت 16 ألف دنم من أراضي القرية البالغ مساحتها 20 ألف دنم، حيث طالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب المواطنين وفرض مقاطعة شاملة للمستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية. وزعنا دراسات ومخططات وخرائط توضح أنه هدف الحكومة الإسرائيلية هو تدمير خيار الدولتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين، نظام الأبرتايد. واليوم إسرائيل تحتج على تقرير في الأمم المتحدة الإسكو الذي يصف ممارسات إسرائيل بالأبرتايد والعنصرية. المشكلة ليست بالتقرير، المشكلة في ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياساتها. وبالتالي طلبنا من الأسرة الدولية والمجتمع الدولي الوقوف بجانبنا في فرض مقاطعة شاملة على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. فقرية جالود تلتهم أراضيها 10 مستوطنات وبؤر استيطانية ومراكز عسكرية صادرت نحو 80% من مساحتها، ولم تكتفي حكومة الاحتلال بذلك بل تشرع قواتها ببناء مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير القاضي بوقف الاستيطان. 10 مستوطنات على ما يبدو لم يكفي الاحتلال، فبدأ التخطيط لإقامة المستوطنة 11 لإسكان مستوطني عمونة الذين تم إخلاؤهم من منطقة رام الله. تتميز هذه المستوطنات عن غيرها أنها لا يوجد لها حدود ولا أسلاك شائكة ولا مخططات هيكلية لتحدد حدود لهذه المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، وهي بتوسع دائم ومستمر. الأراضي الزراعية الواقعة في محيط البؤر الاستيطانية تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. جيش الاحتلال منع المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول إليها منذ العام 2000 بذريعة الأسباب الأمنية وحماية المستوطنين، وفي نفس الوقت سمح للمستوطنين بالدخول إليها.
وسبق هذه الزيارة جولة أجراها الوفد في قرية المغير شرق مدينة رام الله، بيّن خلالها مطامع حكومة الاحتلال الاستيطانية وانتهاكاتها بحق القرية وخطر المصادرة المحتق بها. هي رسالة من القيادة الفلسطينية في دعم ثبات المواطنين وتعزيز صمودهم على أرضهم في ظل ما يتعرضون له من هجمة استيطانية غير مسبوقة. من أراضي جالود جنوب مدينة نابلس، وعود مسامي، تلفزيون فلسطين. اجتمع مبعوث الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلانت مع ممثلي المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بالضفة، ويعتبر هذا اللقاء الرسمي الأول من نوعه الذي يجري بين ممثلين عن المستوطنين وآخرين عن أي إدارة أمريكية. ذكر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن إسرائيل ماضية في فرض نظام فصل عنصري ضد أبناء شعبنا من خلال مجموعة من الممارسات والقوانين العنصرية التي تتخذها بحقهم. إسرائيل ماضية في تكريس نظام عنصري أبرتايد ضد الفلسطينيين، هذا ما خلص إليه تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، الذي أوضح أن إسرائيل مذنبة بارتكابها جريمة الفصل العنصري والتجزئة الاستراتيجية لأبناء شعبنا لأربع مجموعات في الداخل والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيين الذين يعيشون لاجئين أو في المنفى مضطهدين من خلال قوانين وسياسات وممارسات قمعية واضحة بحقهم. يشير التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه يصدر عن هيئة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية بدءا من إمعانها في يهودية الدولة وبنائها جدار الفصل العنصري وجرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ما يضعف مقاربة إقليمية أو دولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما لم يتم تفكيك نظام الأبرتايد الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين. ودعت ريم خلف الأمين التنفيذي للإسكوا إلى إعادة إحياء لجان ومراكز الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، كما طالبت الدول وحكومات ومؤسسات المجتمع المدني بدعم مبادرة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بهدف إسقاط نظام الأبرتايد. إسرائيل التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الأبرتايد عبر وسيلتين: أولاً تفكيك الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع، وثانياً طمع الفلسطينيين كلهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى. التقرير لقي ترحيبا من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي اعتبره وثيقة مهمة لمساءلة إسرائيل دوليا ومحاكمتها على جرائمها بحق الفلسطينيين والقانون الدولي. موسى حسين، تلفزيون فلسطين. تحيي الدول العربية اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف في 16 من شهر أذار لكل عام تحت شعار حقوق الإنسان والتعايش السلمي. في 16 من شهر أذار كل عام تحيي الدول العربية اليوم العربي لحقوق الإنسان، فتحت شعار حقوق الإنسان والتعايش السلمي خصص الاحتفال به للعام 2017. جامعة الدول العربية خطت ميثاق حقوق الإنسان كخطوة هامة وضرورية على درب حماية الحقوق في الوطن العربي، وانطلاقا منها بالإيمان بكرامة الإنسان وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 48 أقرت هذا اليوم. الميثاق تضمن بنودا عدة، منها وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل منها مثلا ساميا وأساسيا يوجه إرادة الإنسان في الدول العربية ويمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.
كما تطرق الميثاق إلى حق الشعوب كافة في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وأن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. هذا وسبق للجامعة العربية أن اعتمدت في ختام القمة العربية التي عقدت في تونس في 23 من أيار للعام 2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز النفاذ في 16 من آذار للعام 2008 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية. أما الدول العربية التي صادقت عليها حتى الآن فهي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمملكة العربية السعودية واليمن. رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. أخيرا إلى العناوين. خلال لقائه نظيره البوسني السيد الرئيس يرحب بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام. الفصائل الوطنية تؤكد رفضها إقدام حماس على تشكيل لجنة إدارة غزة وتحذر من خطورة تلك الخطوة. تقرير أممي يؤكد أن إسرائيل ماضية في تكريس سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. إلى اللقاء.